شنو اخبارك؟ شنو داير؟ بناخذ رايك في ارتفاع سعر الخضره. والله يلا غالب شنو بندير؟ شنو بندير؟ اللي بيقول لك عليها تبي تاخذ منها خلاص. كيف داير انت؟ كيف هل كيف شنو بندير في الخضره الغاليه؟ شنو كيف تصرف؟ والله تاخذ اللي تبي تاخذ كيلو تاخذ نص كيلو. بدل ما تبي تاخذ الحاجه تقعد مستحق منها كيلو تاخذ منها نص كيلو بس. تمشي روحك. ما سالتش روحك ليش الخضره غاليه في جدابيه؟ الخضره غاليه في جدابيه، هو في شنو اللي رخيص في جدابيه؟ جدابيه هي الوحيده كل شيء غالي فيها تو الوقت، بالذات الوقت تو. عرف هذه فرصته، خليهم يزيد. تو هي الخضره كلها الاغلبيه تجينا من برا صح؟ لا ما فيش اغلبيه تجي من برا، مصر تجيك. باه ولا تمام تمام. عندنا مزارع احنا في ليبيا، في مزارع، وعندنا شباب ليبيين من غير الخدمه ولا قدمه ولا تمام. ليش بالشباب لما شم يطلع يخدموا في هالمزارع باش الاقل نوفر الخضره بشخص سعرها شويه ولا انت شبايك؟ والله انا ما عندي مشكله، لا نخدم بروحي، انا عندي مزرعه غادي في سلطان. حلو تمام. عرفت ونخدم قاعد نزرع مني، لكن مازال ما فيش حاجه فيها منتوج، يعني الا الخضره الرقيقه بس هي اللي تلقى روحك تقدر تدير. والله اسعار ما تقدرش تسال على اسعار، الاسعار الليبيه كلها اليوم في الخضره في المواد. لا اليوم احنا على الخضره داخل جدابيه الاسعار غاليه. تمام. كيف داير انت في الموضوع؟ والله يا راجل احنا كيف الناس، واحد مضطر انه ياخذ خلاص ما يقدرش. تو بالنسبه للطماطم هذا تجي في اي وقت سعر، يعني ما فيش وجبه بدون طماطم مستحيل، والكيلو ب 4 دينار. اضطر انك تاخذ، الناس ظروفها تعبانه، لكن الله غالب. شو بتقول الحل في نظرك؟ شنو الحل؟ واللوم على من؟ اللوم على المسؤول، اللوم على المسؤول. المسؤول ما هو شاعر بالمواطن، المواطن الله غالب عليه مضطر انه ياكل، يمشي يشحت يسلف يدير اي شيء، لكن اللوم على المواطن على المسؤول. المسؤول ما قدم شيء، مسؤولين الدوله ما همش مسؤولين، مفروض يمشوا. اي مسؤول في الدوله مفروض يقدم استقالته، مفروض في الوضع الحالي اللي عايش فيه المواطن الليبي راهو ماهوش حال، فهمت؟ الناس راهو حالتها تعبانه جدا جدا. ولكن يعني معقوله كيلو فلفل ب 7 دينار 8 دينار؟ هذه جريمه. يعني تو اللي بدير مصير يحط ميزانيه كامله. كان جاك واحد تو الناس خلاص، حتى اللي كان جاك واحد في حوشك يا اخي، في ناس ظروفها بكل تحت الصفر يا رجل، ما يقدرش ياخذ حتى بالقرن، يعني بعد بكره يقعد القرن الفلفل بجنيه. هذه فضيحه. المفروض الناس تنتبه، المسؤولين ينتبهوا بالدرجه الاولى، قاعدين من غير سرقه ونهب وخراب ديار وخلاص. المواطن هو الوكيل في روحه. المواطن الوكيل في روحه، هذه لا شك، ما فيش حد مسؤول عليه. المواطن قاعد وربي يكون في عونه. المواطن شو رايك في ارتفاع سعر الخضره داخل جدابي؟ والله الخضره غاليه شويه. شو مدير في الغلاء؟ والله ماشي الحال. كيف تتصرف؟ تصرف شوي من هنا وشوي من هنا. في رايك اللوم على من في ارتفاع الخضره داخل جدابي؟ هو الموضوع عام على ليبيا كله، بس احنا اليوم في جدابي. الحرس البلدي تقدر تقول مشارك يعني شويه. انه ما يبرمش، ما يدريش تسعيرهم. بتوع اغلبيه الخضره جايه من مصر. تمام. اغلب الخضره جايه من مصر. حلو. مزارعنا هنا قاعده من غير خدمه، والشباب الليبي قاعد راقد. في رايك انت لو كل شاب ليبي طلع وحرث هالمزارع ودار وانتج، مشتري الخضره حينزل؟ اكيد حيمشي العمليه صح؟ الشباب يبوا حاجه سهله، ما يبوش يتعبوا. علي الشباب اللي ما يحبوش التعب. الله الواحد الرحم لك راحة. احنا خربناهم او انتم خربتونا؟ والله ملاقين كل حاجه واتيه عندهم متريحين. بتول بالبلاد في ازمه، لو كل مثلا ولي أو كل بات طلع ولده قال له عاد اخدم 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 على حالك، شو بيصير له؟ هم بيصير له شيء، لكن المشكله الشباب كيف ما قلت لك ما بيش يشتغلوا. هذا اللوم على الشاب ولا على البات؟ والله تقدر تقول على الاثنين. العيل ما ينفعش والبات ساعد على البقر. تلقى حان عليه وني وما يبيش تعب. ارتفاع الخضره على من تعزق لومك انت اليوم؟ ما قلت لك هي العمليه عامه وما تقدرش على كلها. هل البياع بتاع الخضره هذا له ذنب؟ هل هو مشارك في ارتفاع سعر الخضره؟ والله البياع فيها اللي يستغل في الظروف، يعني الناس تقدر فيه، وفيها اللي الله غالب. منهار الوضع الصحي في ليبيا هذا اول شيء. ثاني حاجه والله المستشفى كويس ما شاء الله، في الاطباء والدكاتره موجودين حق، فهمتني ولا لا؟ شنو النقص اللي عندهم انت مثلا من اللي شفته؟ الناقص انك نقص في الادويه، في الطواقم الطبيه اللي شو نقول لك متمكنه، ما عندناش احنا.
بدات الفئه الاجانب اللي كانوا موجودين. المفروض الدوله تسعى ان توفر طاقم طبيه، توفر حاجه المناسبه للمواطن. اليوم المن توصل رسالتك تقول له يعني اشكو بينا المن؟ والله للمسؤولين قطاع الصحه، وزير الصحه، ان قطاع الصحه منهار في ليبيا والله للاسف. المفروض يثقوا بي افضل ويحسنوا من وضعه، لان شو بنقول لك، المواطن خلاص ساد والله، يتمرمد اللي واجد وعليهم الله ان تمرمدنا والله. يلا حرام والله حرام للاسف. ان شاء الله ترد خير من قبل وخير بواجد، وان شاء الله ربي يريح البلاد، وان شاء الله الحمد لله باهي والله. في مراكز صحيه مسكرات، معقوله زي مركز صحي يفتح العشرة يسكر الاثناش يا راجل؟ موجودات ترى والله موجودات، وما نبغيش نذكر، لكن يا نوعا ما كويس ان هم قاعدين كويس الحمد لله موجود فيه، وفي اطباء خشيت ضربت الابره والله. يلا والله ما توقعت حق معامله كويسه، اطباء موجودين يستقبلك كيف اللي يا راجل تجي، قلت لك من 10 ل 12 تاخر، بعد 12 الظهر تلقاه مسكر، معقوله يعني؟ والله شيء مغرنيه والله. يلا مش عارف تقول لي هم، تقول خاصات انه والله بالنسبه للعامه هي ورقه معبيه، لكن ما في شيء في المستشفى. لقيت اول حاجه دكتور قاعد كويس، دكتور سوداني عرفت؟ تمام. ويكتب لك دواء، ودواء من برا، وبرا هي بفلوس، فلوس مناكش عرفت؟ ومستشفيات الخاصه طبعا عندك فلوس عادي، ما تجيش المستشفى، مستشفى عام قاعدين عربت عين، وتاخذ ورقه القصيرات معبيه اوراق وخلاص. تو شوف تو الدواء من برا، لكن هل مثلا في مثلا جهاز التصوير، جهاز الكاش؟ لا 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 لا، الصوره تاخذها على التليفون عادي، شوفها قاعد شوف صوره، لما عندمش الفيلم هذا عرفت؟ يعطوا لك على التليفون تصور، تاخذها على النقال؟ تاخذها على النقال عادي، خش تو شوف هاي، تاخذها على التليفون وتوريها للدكتور، عوله مجديده خلاص شوف بروحك بالكاميرا هاي تو قدامي. ما فيش في رايك انت كمواطن وانت تبي تدحي، لو عندك فلوس حتعدي الخاص اكيد، واللي ما عندهش، واللي ما عندهش الله غالب عليه، بيجي هنا ياخذ ورقه يحطها في درج السياره وخلاص. به الراي كيف، هو اللوم على من؟ والله اللوم اول بالنسبه للوضع هذا من زمان، اللوم مع الدوله. ما لكش دوله دوله هكي ودوله هكي، ما لكش دوله، ما دام في دولتين والبلاد منتهيه، المواطن رايح. والحل في رايك شنو؟ راقد الريح المواطن ضروري ضروري تبتنى دوله، كلها بشكل هذا منتهيه البلاد، كل ملف النازل. اليوم 7 سنوات واحنا اللودو من جميع التراكين، ما فيش واحد صبه من المسؤولين اللي هم مسؤولين على الدوله وقال تا ورقه كيف؟ هذه ما نحط عليها راس. احنا مش نحاسبهم غير على اللي ماتوا، ونحاسبهم اللي ماتوا اللي في الجبهه الله يرحمهم، صح ولا لا؟ لكن اللي في السجن، اللي طبخوه في الطنجره، نعم، واللي كروه من بين وليد لعند مصراته، واللي ذبحوه في تورغه وحطوه في طراق مصراته، واللي طلعوه من الحبس مدفون، نعم، اللي حبسوهم هكا حتى في الحبس، باك في الجبهه ماتوا كل الناس، لكن التخصص احنا نحاسبهم على التخصص. حوجنا ان بنصك على اهل الخير وابنائنا من هالمدينه، هل في منهم مثلا يجي يقدم في اهل يقدم في يد العون مثلا اللي نازحين تورغه؟ اكيد باذن الله يجيبوا، بارك الله فيهم، وفي مش مقصرين معنا، يجيبوا في الاعانات، ويجيبوا في الاغطيه، ويجيبوا في اي حاجه مثل اللي هي تستحق المعاناه يجيبوا فيها، بارك الله فيهم، مش مقصرين معنا. هذا بالنسبه للمواطن، مثلا هل مثلا رجال الاعمال اللي هنا اصحاب المحلات يجوكم؟ في فتره تم جابوا، بارك الله فيهم، جابوا طمين وجابوا غيرات، بارك الله فيهم. اللي عنده جهد يجيب، بارك الله فيهم، مش مقصرين. فترة معينة وقفوا بعادة ولا يعني؟ فترات يعني، مش ديما الناس كلها على الاحتياج ان شاء الله. خاشة المواسم يعني ممكن مثلا يجوا، خاشة مثلا خاشة رمضان، خاشة عيد. ايه رمضان هيك، بارك الله، قبل رمضان جابوا، السنة اللي فاتت جابوا، بارك الله فيهم. تمام. مش مقصرين معنا، وما همش قصدي ما أهل الخير، بارك الله فيهم، أهل جدابية مشكورين بإذن الله إن شاء الله. مجلس بلد جدابية، هل شايف مثلا، احنا ناخذ مثلا على المساعدات، هل يقدم في مساعدات مثلا عينيه او ماديه لنازحين تورغه؟ والله في البدايه بارك الله فيهم، في البدايه ما قصروش، بعدين والله الناس قلت الحكايه دي، ما عادش فيها. والله ينعان مستكم بالهون ويقطر وقت المطر، وفي ناس باهيه ما شاء الله عليهم، وفي ناس بالهون يعني، في ناس ما شاء الله زياده الذات يده كويسه لحد قبائل، وناس ممتازه، وناس مشكورين الحقيقه يعني، ما شاء الله. فزعوا لكم يعني؟ فزعونا اول مره، فزعونا وصبونا والله، وخلوا حاجه يجيبونا. هذه اول مره قلت لي. تمام. بعدها؟ والله يقصروا، عرب الخير يجوا لتو، عرب الخير يجوا حاجات لتو، اللي عنده حاله متوسطه وحاله كويسه يجيب في الحاجات لتو.
والناس بالنسبه لعلاجك مثلا في مثلا في هالعيادات معينه دايره مثلا تخفيض معين لنازحين في حد ديرك مثلا ولا كل على بعض وديك بعض العين عندهم لكن كيف مسكين عين والله ما كنا تورق بك والله ما كنا معور بجداده والله مسكين عين الدواء اللي عندهم يعطونه فيه ويعني وقت الشري الدواء كل شيء ما في شيء نروح الناس اللي كلهم نروح ننب الامان ودم الامان يا رحمن الله لم استثمت محمد الله يستر محمد الله يهدي محمد يا الله يا رسول الله يا الله يا رسول الله نبل تبرغ نعودوا نبل تبرغ نعودوا نب بلادنا واسر اولادنا وطمر حسادنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله لداود داود هوي تهاوى يا الله احنا جينا مهاجرين جينا هاجرين الروح ممنونين يا رب العالمين يا الله يا رسول الله الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم ربي ينصركم ربي يهنيكم وهنين وهنيكم يا الله. والله هي من المنطقة الغربية يعني في أكثر من ميليشيا ميليشيات مسيطرة عليها مش كيف هنا عندنا في المنطقة مسيطرة على الجيش يعني لو ميليشيا تنكب الجريمة هذه نعرفوها من لأن هنا الجيش مسيطر هم ميليشيات واجد إنما كيف يقول لقوها سايبة غادي فسيطروا هي في مدينة ميليشيا غادي هنا في كل مدينة في ميليشيا ما عندنا زلتاني أنا تحت سيطرة الجيش فلو تلقي كل مدينة لو تنظم تحت الجيش مش حتجد الميليشيات لينا وهم بنقال في الفترة الجاية لو خش الجيش نسبة الميليشيات حتقل كيف صار عندنا في بنغازي؟ قل نسبة الجريمة ويقل الاغتيالات ويبدأ تدريجيا تقل نسبة الجريمة والاغتيالات والقتل والخطف الرأي في الحال في رأيك إنه هو الجيش دخول الجيش ولكن الجيش ما يخشش إلا تعاون أهالي المدن هذه يعني لأن زي ما صار في بنغازي كان أهل بنغازي لو ما طلعوش وسام في الجيش مستحيل الجيش هيخش لكن ضروري أهل طرابلس وترهونة وكل المناطق الغربية ضروري يسد الجيش من الداخل باش الجيش يقدر يتعاون مع السكان ويقدر يحرر المدن هذين ويقدر تحت سيطرة الجيش. إن شاء الله جاي من الجيش يتحرم على الله الواحد الأحد. هذه اللي نقولها. إيش الطالب من أخوتنا اللي حاليا ساكنين في مناطق محاصرة احنا نقول من قبل ما ينوضوا ويساعدوا الجيش ويساعدوا ليبيا باش تنهض من جديد عرفت. نقول لهم أنا بنوجه كلمة لعرب ترهونة. المزرة اللي صارت هذه بقول عرب ترهونة وين؟ معروفين عرب ترهونة بالطيبة بالناس الكرم يعني مستغرب منه من الموقف هذا ما دروش اي رد فعل بالمزرة اللي صارت هذا بالنسبه لعرب ترونا يعني الراجو بهم لحتى هو نحن شنو الموقف اللي بيدروه شو كنت متوقع منهم من هم رد فعلهم بمقابل اللي صار ما تطولش ردة الفعل يعني هذه مزرة يعني بالله عليك بالله عليك فيها حتى طفل يا راجل حتى الطفل يا رب ما فيش يعني حد ما فيش مروه منهم يعني نقول لك بس اللي يدير اي رده فعل حتى ما نبوش حرب ما نبوش ضرب يا اخي يطلع ودي مظاهرات امسك لافتات امسك لافتات اطلب بالمجموعه المسلحه اللي قتلت هذوما يحكموه لان لو كان في قانون في ترهونه ولا في طرابلس راهم مسكوهم ما طولوش راهم ما قعدوش لحتى هو يعني بالله عليك يعني اي عاقل يفسرها في عقلك يعني مش معقولة يعني يقتلوا أطفال أنا والله ما لي واجه ريت صورة لا والله العظيم قلت حورة ولا قوة إلا بالله العظيم اللي صارك أول ما شفت يعني حاجة مش يعني شنو نحن ما نجد وصلنا المرحلة أن في الشوارع يعني بالضرب هذا بالطريقة هذا يعني واحد يضرب لا بالله عليك لو واحد عنده مروة والله ما يتحمل هذا وفيها طفل ونساء ورجال كبار وفيها واحد مقعد دخل أنا سمعت قالوا فيها واحد مقعد بالله عليك شنو هذا وين عرب اللي غاد وين الحكماء يا زي وين المشايخ مش نحن انه قبائل ومشايخ ونمشوا بالعرف هنا وين المشايخ اللي غاد يعني هم كان بيسكتوا عليه هيك خلاص من الشعب اللي بيسويتنا بالنسبه للمنطقه الشرقيه ما نش خايفين عليها نقول للمعرب مغرب رانا معاكم وقلوبنا معاكم لكن والله اشقب ارواحكم راكم تكملوا والله راه يكملوا راكم كل يوم نسمع في وحدين طوحين قتلين حتى كرمك الله يا حتى القمامة نلقوا فيها يلقوا فيها وحدين طوحين ما فيش حد عايش غادي ولا شنو وهذا اللي ما عندي ما نقول إن شاء الله ربي يصلح الحال
يضبنا على بعضنا ونقعد ويد واحده.